ومتابعة معنا من لندن اختصاصي علم الوبائيات والباحث المشارك في جامعة كينغز كوليدج دكتور عبد الكريم أقزيز. دكتور عبد الكريم، طبيا أو كلينيكيا، كيف يمكن اليوم تطمين الأهالي عندما تجيز هذه الوكالات العالمية اللقاحات لصغار السن؟ نعم، أسعد الله مساءكم وشكرا للاستضافة. يعني كلنا نعلم أن اللقاحات هي بداية هي كانت للأطفال، يعني منذ 70 سنة إلى الآن برامج اللقاحات الروتينية كلها تستهدف الأطفال، فلذلك تصميم اللقاحات هو لدعم النظام المناعي للأطفال. ولكن الشيء الذي كان مختلفا هنا بجائحة الكوفيد 19 أن الأولوية كانت للبالغين، وبالتالي لم يتم تضمين الأطفال في التجارب السريرية. لذلك عندما كنا نقول لا يوجد لقاح للأطفال، هو ليس لأن اللقاح سوف يضر بهؤلاء الأطفال، ولكن لأن الأولوية كانت للبالغين بدرجة أولى. وهذه الوكالات الآن عندما أصدرت هذا الترخيص، فإنها راجعت البيانات السريرية، وأيضا بداية على تجربة أمريكا، لأن أمريكا كما هو معروف الـ FDA الأمريكية رخصت استخدام لقاح موديرنا للأطفال منذ تقريبا 3 أسابيع، وبالتالي كان هناك أكثر من 1 مليون طفل تم تلقيحه فعلا من عمر 12 إلى 15 في أمريكا. طيب بدون دكتور عبد الكريم، لماذا إذن لم تشمل اليوم هذه الإجازة ما دون 12 عاما؟ يعني المراهقين فقط، لماذا لم يتم منح هذا اللقاح للفئة العمرية الأصغر؟ والسؤال المباشر والمتصل بشأن نتائج من يصابون من الأطفال بجائحة كورونا والانعكاسات والمناعة والنمو، وهنا تختلط يعني كل هذه الإجابات على مفهومنا للقاحات الجديدة. أي قرار يتعلق باللقاحات هو يعتمد على أولوياتنا في مواجهة هذه الجائحة، وبالتالي الأطفال لم يكن هناك أولوية لإعطائهم اللقاح لأنهم كان معدل إصابتهم بالكوفيد 19 هو أقل، ومعدل مساهمتهم بنشر ونقل هذا الفيروس هو أقل من البالغين. أما الآن فالأطفال من عمر 12 إلى 15 الذين يذهبون إلى المدارس، خاصة المدارس المتوسطة والثانوية، هؤلاء الأطفال هم الذين سيساهمون ببناء المناعة المجتمعية، لأنه بعض الدول الآن وصلت إلى مستويات عالية من تلقيح البالغين، فالخطوة التلقائية الثانية هي تلقيح المراهقين، ومن ثم إذا لزم الأمر وإذا كنا غير قادرين على السيطرة على الجائحة ننتقل إلى الأطفال. فلذلك الأمر دائما هو مقاربة ما بين النتائج المرجوة من هذا اللقاح على مستوى المناعة المجتمعية والخطورة المنخفضة على الأطفال، وهنا للذهاب إلى مناعة القطيع. هذا المتصل بلقاح فايزر في أوروبا ومنح الفئة العمرية 12 و15 عاما، سأتابع معك دكتور عبد الكريم، ولكن نذهب إلى قرار السلطات البريطانية التي وافقت على استخدام لقاح جونسون أند جونسون أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا. وفقا لوزارة الصحة البريطانية سيكون اللقاح متاحا في وقت لاحق من هذا العام، فيما تستخدم بريطانيا حاليا لقاحات أسترازينيكا، فايزر وموديرنا. وحسمت هيئة الدواء الأوروبية الشهر الماضي الجدل بشأن لقاح جونسون أند جونسون الأمريكي، وأكدت أن فوائده تفوق مخاطره. نعود من جديد ضيفنا من لندن اختصاصي علم الوبائيات والباحث في جامعة كينغز كوليدج دكتور عبد الكريم أقزيز. دكتور عبد الكريم، المرتبط اليوم بقرار الحكومة البريطانية التي تسعى لبرنامج التلقيح إعادة الحياة إلى طبيعتها، هنالك تدخل اليوم المتحور الهندي على هذه الخطة، تلجأ إلى جونسون أند جونسون. كيف يمكن علميا قراءة أو تشريح هذا القرار للحكومة البريطانية؟ يعني بداية من الناحية العلمية، لقاح جونسون أند جونسون لا يختلف كثيرا عن لقاح أسترازينيكا، بل على العكس هو يستخدم الآلية تماما نفسها، وهي آلية الحامل الفيروسي الذي يركب قطعة من فيروس كوفيد 19 على فيروس رشح البسيط عند بعض الحيوانات. إذا الآلية نفسها. طيب الفعالية حسب التجارب السريرية التي أجرت على أكثر من 45 ألف شخص للقاح جونسون، اللقاح أثبت فعالية تصل إلى 85% لردع المرض الشديد. طيب هل هناك مخاطر من ناحية التجلطات؟ نسبة حدوث التجلطات الدموية في هذا اللقاح هي تساوي تماماً النسبة في أسترازينيكا، حيث أنه في أمريكا كان هناك 8 حالات فقط من أصل 7 مليون شخص تلقى هذا اللقاح، وبالتالي المعدل هو 1 لكل 100 ألف ملقح، وهو تماما نفس النسبة التي وافقت عليها وكالة الأدوية البريطانية
بما يتعلق بلقاح أسترازينيكا. وفقط الإشارة أن بريطانيا أثبتت خلال الستة أشهر الماضية أن سياستها التلقيحية هي سياسة ناجحة، وبالتالي بريطانيا صحيح. تسعى لتوزيع السلال الشرائية. فيعني ريثم مثلا وكالة الأدوية الأوروبية هي لم ترخص للقاح جونسون إلى هذه اللحظة، وبالتالي بريطانيا سابقت أنها سوف تحاول تنويع الخيارات وزيادة الترسانة المتاحة لديها من اللقاحات لمهاجمة هذا الفيروس، على الرغم من أنها خفضت الكمية المطلوبة. بالبداية كانت بريطانيا سوف تشتري 30 مليون جرعة من لقاح جونسون، الآن خفضتها نعم. ل 20 مليون بما يتناسب مع أولويات نعم. العملية التلقيحية. سأتابع معك دكتور عبد الكريم. من فايزر إلى جونسون أند جونسون، ولكن نذهب إلى هذه الدراسة التي أشارت وفق مجلة الجمعية الطبية الأمريكية التي نشرت الدراسة، وقالت إن التجارب التي أجريت على لقاح سينوفارم الصيني أثبتت فعالية اللقاح ضد عدوى كورونا، وأجريت التجارب في بلدان من الشرق الأوسط لاسيما الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. من جديد، لقاح سينوفارم يثبت فعاليته. الشركة الصينية طالما أكدت أن اللقاح آمن وفعال، وهذا بالفعل ما خلصت إليه دراسة حديثة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية. الدراسة أجريت في عدد من دول المنطقة، إلا أن النتائج ارتكزت على البيانات الصادرة من الإمارات العربية المتحدة والبحرين لسرعة توفرها، وامتدت الدراسة لنحو 5 أشهر، وشارك فيها أكثر من 40,000 شخص يبلغ متوسط أعمارهم 36 عاماً. وبحسب التقرير، شمل البحث لقاح سينوفارم وحقناً من دواء وهمي، إذ تم حقن المشاركين إما بلقاح سينوفارم أو بدواء وهمي. وبعد مقارنة النتائج تبين أن اللقاح فعال بنسبة تتخطى 75% ضد خطر الإصابة بعدوى كورونا. أما بالنسبة للأعراض الجانبية للقاح، فأكدت الدراسة أنها نادرة جداً. وأوردت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن جمع البيانات مستمر في جميع مواقع الدراسة لاسيما في مصر والأردن، ويتوقع نشر تلك البيانات في التحليل النهائي. وعلى نطاق أوسع، فقد تم توفير لقاح سينوفارم في أكثر من 100 دولة، آخرها تايلاند التي أعلنت اعتمادها للقاح للاستخدام الطارئ. والملايين من الأشخاص في أنحاء العالم تم تطعيمهم بلقاح سينوفارم الذي حصل على موافقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ، وهو اللقاح الصيني الأول الذي يحصل على تصريح الصحة العالمية.